مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل. هذا البرنامج من خلال الارقام والتحليل وبتحليل اكثر واقعيه بنتابع اداء مؤشرات البورصه المصريه، اسواق المال العالميه والخليجيه، بالاضافه الى حركه الاقتصاد العالمي والمحلي. نبدا من البورصه المصريه التي حققت مكاسب قويه لدى اغلاق تعاملات اليوم الخميس وهي اخر جلسات هذا الاسبوع، مدعومه بعمليات شراء قويه من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار العربيه والاجنبيه. وسط تفاؤل بقرب حل ازمه النقد الاجنبي في ظل الجهود التي تبذلها الحكومه المصريه والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتسريع برنامج الطروحات الحكومية. وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 16 مليار جنيه ليسجل 1,648 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت ب 28.4 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قفز بنحو 1.1% من قيمته إلى 24,383 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ما قيمته 97% من قيمته ليسجل 4,865 نقطة. في منطقة الخليج العربي أغلقت أسواق الأسهم على ارتفاع اليوم الخميس، إذ عززت التوقعات المتزايدة بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي الإقبال على المخاطرة. وصعد المؤشر السعودي بنصف المئة مع ارتفاع سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات ب 5.1%، بالإضافة إلى عملاق النفط العالمي المملوكة للسعودية أرامكو بنصف بالمئة. ارتفع المؤشر في دبي ب 6% بقيادة مكاسب سهم إعمار العقارية الذي ارتفع ب 1.2%. كما صعد المؤشر في قطر ب 4% بدعم من صعود سهم صناعات قطر للبترو كيماويات ب 1.7%. في الأسواق الأمريكية في بورصة وول ستريت فتحت المؤشرات الرئيسية على انخفاض اليوم الخميس متأثرة بتراجع سهمي وول مارت وسيسكو بفعل توقعات مخيبة للأمال، بينما خفت التفاؤل إزاء وصول دورة التشديد النقدي إلى نهايتها. مؤشر داو جونز الصناعي هبط ب 35% إلى 34,868 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة 13% إلى 4,497 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك المجمع ب 26% من قيمته إلى 14,066 نقطة. وفي أوروبا انخفض المؤشر القياسي الأوروبي بعد صعود استمر لثلاثة أسابيع، إذ تراجع التفاؤل حيال بلوغ التجديد النقدي ذروته وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف. مؤشر ستوك 600 الأوروبي هبط ب 2% بعد أن زاد ب 2.5% على مدى الأيام الثلاثة الماضية، سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الأربعاء. وفي اليابان أنهى مؤشر نيكي الياباني سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام مع اختيار المستثمرين لجني الأرباح بعد صعود حاد في الجلسة الماضية، في حين أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضا على المعنويات. مؤشر نيكي أغلق منخفضا ب 28%، كما انخفض مؤشر التوبكس على أوسع نطاق ب 19%. تراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق ب 1.81% ليصبح أكبر عائق للمؤشر الياباني الرئيسي نيكي. دعونا نحلل هذه البيانات الكثيرة خاصة في البورصة المصرية معي عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الهادي. دكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال. دكتور محمد تحياتي وأهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ سام، وأهلا بقناة النيل، أتمنى لكم كل الخير والتوفيق. أشكرك شكرا جزيلا. يعني بداية نبدأ من البورصة المصرية، إغلاق قوي اليوم، ارتفاع لرأس المال السوقي ب 16 مليار، المؤشر الرئيسي وإن كان مرتفع ب 1.1% ولكن عدى ال 24,000. تحليلك لأداء البورصة اليوم خاصة مع هذه المعلومات الكثيرة. طيب، هو أولا البورصة خلال الأسبوع الحالي هي ما زالت برضك تخالف كل التوقعات الأخرى في البورصات في الميدل إيست كلها،
خاصة مع التوترات اللي احنا حادثة في منطقة الشرق الأوسط، والبورصة تصعد بمجموعة من الأسباب والمعايير الأساسية. لو بصينا للمؤشر الثلاثين النهاردة هنجد ان هو ارتفع ارتفاعات قوية 244 نقطة، اغلق عند ال 24383. يعني خلال هذا الاسبوع صعد المؤشر الثلاثيني حوالي 29%. اما المؤشر السبعيني فكان هو الزخم خلال هذا الاسبوع، واضح جدا يا استاذ حسام ان في توجه للسيولة من المؤشر الثلاثيني للمؤشر السبعيني. مؤشر السبعيني خلال الاسبوع ارتفع حوالي 4.44%. إذن يبقى واضح جدا ان في توجه للسيولة من المؤشر الثلاثيني للمؤشر السبعيني. لاحظنا خلال تعاملات الاسبوع الحالي ان قيم التداول بدأت تنخفض نوعا ما. جلسة يوم الحد كان قيم التداول 1.4 مليار، خلال الاسبوع كله كان حوالي 3.4 مليار، غير الاسابيع الماضية كانت الاسابيع الماضية كنا بنقول 4.5 مليار و5 صحيح. مليار. فده واضح جدا. طب خليني اسألك سؤال، بما انك حضرتك بتتكلم عن انتقال السيولة، هنا احنا بنتكلم يعني الارتفاعات على المؤشر الثلاثيني في الفترات السابقة كان ملاحظ دايما ان ارتفاعات عالية، لكن قيمة المؤشر نفسها مش عالية، يعني بنتكلم في 1-1.5، اقل من 1 بحاجة بسيطة. هل ده معناه ان هل ده ارتفاع للمؤشر فقط في اسهم محددة فيه، ام ارتفاع للثلاثين سهم اللي موجودين في المؤشر؟ وايه فرص انتقال السيولة للسبعيني، سببها ايه في رأيك؟ تمام. يعني احنا لو بصينا كده، لو قلنا المؤشر الثلاثيني هنجد ان برضك اكبر وزن نسبة للمؤشر هو البنك التجاري، وكان صعد صعود كبير جدا خلال الفترة السابقة، كان من العوامل الاساسية بالفعل اللي هي في ارتفاع المؤشر الثلاثيني. كان معظم المؤشر الثلاثيني كان اهم سهم فيه هو المؤشر السهم التجاري او بنك التجاري الدولي. نعم. اما بالنسبة للمؤشر السبعيني احنا شايفين ان فيه حركة لبعض الاسهم القيادية الخاصة بها، يعني زي زهراء المعادي، زي اسهم التعدين، زي بنك التعمير والاستيراد. نعم. زي شيني وخلافه، وبالتالي احنا شايفين ان هو ما كانش بيتحرك خلال الفترة السابقة. يعني احنا بنتكلم النهاردة ان هو مرتفع حوالي 4%، يعني 4865. انا اذكر ان كان في اسابيع كاملة كان المؤشر بيتحرك 50 نقطة في حدود 3900 لل 4000 فقط لا غير. احنا النهاردة بنتكلم في 4800، شايفين ان السيولة بتتحرك في الاسهم السبعيني كلها، قيم التداول متجهة للاسهم السبعيني. عشان كده احنا شايفين ان ممكن يبدأ المؤشر السبعيني يبقى في دورة كاملة في من الارتفاعات خلال الفترات القادمة او خلال الاسبوع القادم ان شاء الله. طيب خلينا ننتقل لأسواق الخليج، يعني ارتفاعات وإن كانت بسيطة اليوم، ولكن تحسن في أداء المؤشرات، يعني ده طبعا راجع لثورة الأمل بعد يعني فكرة التجديد النقد الأمريكي أنها ربما تبدأ في الهبوط أو التوقف الآن عن التجديد النقدي وربما العودة مرة أخرى. كيف ترى أسواق الخليج وبعديها ندخل على الأسواق الأمريكية؟ طيب احنا طبعا زي ما ابدا من حضرتك في كلام سيادتك، طبعا ان في امس كان تم الاعلان عن بيانات التضخم اللي هي كانت العالميه ان هي منخفضه خلال الفتره الحاليه، وبالتالي ادت امل كبير جدا للاستثمار في الاسهم عاليه المخاطر. وبالتالي لو احنا بصينا على الاسهم المرتبطه بالاسواق العالميه زي مؤشر ابو ظبي، احنا شايفين النهارده مؤشر ابو ظبي طالع حوالي 43%. المؤشرات العربيه طبعا بتتاثر بحالتين، اول حاجه بالاسواق العالميه ومدى ارتفاعها وانخفاضها ومدى تشديد السياسه النقديه في الفتره القادمه، ثانيا ارتفاع اسعار النفط من عدمه، وبالتالي ده بيؤثر على الاسواق العربيه وخاصه ارتفاع اسعار النفط. نعم. بالاضافه اللي ان مثلا دولة السعودية بتحاول ان تجذب استثمارات خارجية وتخرج بره خارج بوتقة الاستثمارات النفطية، وبالتالي احنا شايفين في استثمارات كبيرة جدا في السعودية، هو ده اللي بتجذب السعودية لرؤيتها المستدامة ل 2030، وبالتالي بتتحرك نحو جذب الاستثمارات الاجنبية في مجالات ومشروعات اخرى.
لاحظنا برضك الاسواق العربيه زي دبي وابو ظبي في مؤشراتها ان هي فيها ارتفاع، حيث اعلنت الحكومه خلال اليومين السابقين عن فتح كثير من الطروحات الحكوميه اللي هي اعلنت عنها الفتره القادمه. واذكر لحضرتك ان في 2021 كانت اعلنت ان هي هتطرح حوالي 10 شركات، وده اللي ادى الى ارتفاع بورصه ابو ظبي ارتفاعات قويه، وبالتالي بتعيد القاره مره اخرى في عمليه الطروحات الحكوميه في مؤشرها مؤشر الامارات سواء بورصه دبي او ابو ظبي. احنا شايفين حضرتك برضك ان سوق دبي النهارده حتى الان في ارتفاع، وارتفاع بنفس التوازي بين سوق دبي وسوق ابو ظبي بارتفاع حوالي 43%. نعم. طيب خلينا ننتقل الى الولايات المتحده الامريكيه. يعني بعد التفاؤل الذي كان امس، اعتقد ان التفاؤل بدا ينخفض بشكل كبير، وتراجعت الاسهم مع فتح الاسواق اليوم في الاسواق الامريكيه. فكرة التشديد النقدي هل ستقف أم وينتهي التشديد النقدي ثم نبدأ نشاهد عودة الانخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى، أم التشديد النقدي سيقف إلى شهر أو شهرين يعود تاني، وتأثيره ده على أسواق المال الأمريكية واللي بالتأكيد هتأثر على أسواق المال العالمية، خاصة أن الولايات المتحدة طبعا المتابع للأسواق الأمريكية عارف أن احنا داخلين على فترة أعياد بداية من شهر ديسمبر وحتى شهر يناير. تمام، انا عاوز اقول لحضرتك ان السياسه الامريكيه في اتخاذ اساليب معينه ما يسمى اقتصاديا بالتعويم الاقتصادي، وهو عمليه رفع اسعار الفائده المتتالي، قد اتت بثمارها. يعني في بعض البلاد ما بتبدا ترفع اسعار الفائده ده بيؤثر تاثير ايجابي على الاقتصاد الخاص بها وتؤتي بثمارها، وبالتالي كان من اهم مبادئ الدوله الامريكيه هي عمليه رفع متتالي للفايده لخفض نسب التضخم. وصلت نسب التضخم في احدى الشهور في اغسطس 2022 الى 9.1%، وبالتالي احنا لما بنيجي نتكلم النهارده في نسب التضخم الامريكيه نجد انها مؤشر اسعار المستهلكين الامريكي وصل 3.2%. المتوقع بقى اللي كان متوقع من كافة الخبراء ان 3.3%، اذا يبقى هو اقل من المتوقع، وبالتالي لم تضع امريكا سياستها بالنسبة لقراراتها القادمة في شهر 12 نحو رفع اسعار الفايدة، ثبتت اسعار الفايدة في شهر 11، وبالتالي انا اتوقع ان هي ممكن تبدأ تثبت وتبدأ بعد ذلك ان هي في 2024 تبدأ تخفض اسعار. طيب الدولار كان مسيطر على العالم خلال الفترات السابقة، يعني بنتكلم في من 21 22 23، وكان الناس بتتوقع ان مع نهاية 23 سيبدأ عرش الدولار يهتز قليلا، لكن من الواضح ان هو هيكمل معانا كمان في 24. شايف ده ازاي وتأثيره بقى على العملات الاخرى، تأثيره على البترول، تأثيره على البورصة الامريكية وسندات الخزانة؟ طيب انا عاوز اقول لحضرتك ان هو حاليا الاخبار المتداوله حاليا بخصوص بيانات التضخم ومدى قدره امريكا في خلال الفتره القادمه على تخفيض او رفع اسعار الفايده، وهذا يؤدي الى تقليل تشديد السياسه النقديه، ده بيؤثر تاثير سلبي على سعر الدولار. احنا شفنا النهارده ان الدولار انخفض اسفل ال 104 دولار، وبالتالي دايما علاقه الدولار باسعار الذهب والنقد دي علاقه عكسيه. احنا شفنا اسعار الدولار النهارده هتنخفض، اسعار الذهب النهارده بعد بيانات التضخم وانخفاض سعر الدولار بدا يبقى فعلا يبقى في ارتفاع نسبي خلال الفتره الحاليه. النهارده احنا بنتكلم في الذهب 1985، لو بصينا للنفط هيبدا يتحرك حركه عكسيه مع سعر الدولار. انا شايف ان عرش الدولار بالمناسبه انا شايفه من وجهه نظري ان هو هيهتز خلال الفترة القادمة اعتبارا من اوائل 2024. انا شايف ان ممكن يبقى فيه تحرك ايجابي نحو الاسهم الامريكية، هيبدأ فيها ارتفاع ودورة اخرى، هيبدأ فيه عملية الانجذاب نحو الاستثمار على المخاطر وهو الاسهم بعيدا عن الدولار نوعا ما. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الهادي خبير اسواق المال، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ومشاهدينا الكرام، بنهاية هذا الهاتف لتحليل أسواق المال المصرية والعربية والعالمية وأخبار الاقتصاد العالمي ننهي حلقتنا اليوم، وهي آخر
حلقات هذا الأسبوع لتحليل أداء البورصة المصرية والعالمية في مؤشر النيل. دمتم في أمان الله مع تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.